C'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne. Quand tu ressens ce besoin, que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Donc la nature, je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime d'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence? J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, donc un fruit de mon époque. Je vois des styles qui défilent, enfant du melting pot. Je suis un enfant tranquille, avec les poches pleines d'espoir. Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. لدينا 258 طفلا أو من الصغار يغنون هذه المقطوعة، ومنهم حوالي 150 لم يقوموا بالغناء من قبل. ولدينا أمثال كارولين وماتريز ممن لديهم خبرة وتجربة جيدة كمجموعة، ولكن المدهش أن الجميع قد تعلموا مقطوعة جديدة وأبدعوا في أدائها. وقبل أن نسمع المغنيين، أود أن نعطيهم ذلك التنوع وأن نتفهم ما يمكن أن تمنحنا إياه تلك الآلات. وإن تمكننا من إظهار ذلك التنوع فسيكون هذا رائعا. والآن لنعزف الموسيقى ونرى كيف ستعزفون، فأنا لم أسمعها من قبل، هيا بنا. أسمعكم، ألستم تغنون في الأوبرا؟ نعم. إذن لابد أن نسمعكم. أخرج يديك من جيبك. أصعب شيء هو الغناء لأني لست معتادا عليه. لا أستطيع الوصول إلى النوتات العالية دائما. أحب القصص المغناة، إنها أكثر أصالة. الأمر رائع، نلعب الألعاب ونغني ونرقص ونرتجل. بصوت أعلى، هذا ممتع، أظهروا كل شيء في أعينكم. والآن أغلقوا أعينكم ولا تبتسموا. صوت الفلوت هو الذي يساعدكم على تخيل أنكم في مكان مختلف.
الأوبرا تدور حول البقاء على قيد الحياة لأنها كالتفجيرات، عليك الفرار والاختباء، وسندباد يحاول إقناعنا باتباعه، ومن ثم نحاول إعادة بناء حياتنا. يسافر سندباد بالقارب ويكتشف الحياة. لقد يتمتهم الحرب ويحاولون بناء مدينة يعم فيها السلام. إنهم يغادرون مع سندباد ويحاولون إيجاد سبل لبناء مدينة السلام. يحاول سندباد أن يظهر أن عليكم التعايش معا، عليكم البقاء معا، وإن أردتم بناء هذه المدينة فستحققون ذلك بالعمل معا. هي كلمة واحدة، السندباد، ومن خلال هذه الكلمة تمكنت من كتابة ما أردت وأي تفسير للمقطوعة وطريقة عزفها، إلا أنها تحتاج إلى غنائها من قبل مجموعة كبيرة. آلة البيانو هي إحدى الوسائل التي تخرج من خلالها الأصوات التي هي في رأسي، وخاصة أنغام الأوركسترا والإيقاع خلف الأصوات. وعندما أتوصل إلى لحن أعتقد أنه سينجح، أسأل الأطفال عن رأيهم دون أن أخبرهم شيئاً. أقول استمعوا لهذا، وإذا بدأ الأطفال الصغار بدندنتها في منازلهم بعد يومين، عندها أعرف أنه يمكنني أن أعتمد ذلك اللحن لأنه حقيقي وأصيل. مثلاً أعمل منذ عدة سنوات مع الأطفال المصابين بالتوحد والسجناء وكبار السن الذين أشركهم في العملية الإبداعية. سمع مسرح لاموني عن هذا المشروع واعتقدوا أن بإمكاني أن أكون صانع سلام من نوع ما بالعمل مع 200 طفل في هذا المشروع. هدوء لنبدأ، أسرعوا، اتخذوا أماكنكم، لدينا عمل نقوم به. إنها رحلة بعد كارثة، قد تكون كارثة بيئية أو حربا. نحن نعيش في بلد مسالم فيه فرصة لتقديم عرض، ولكن على مسافة ليست ببعيدة ثمة أطفال لا يحظون بهذه الفرصة. إذن فأنتم أشبه بسفراء وناطقين باسم هؤلاء الذين لا يسعهم الغناء والرقص. لابد أن تتذكروا هذا جيداً وأن تعملوا عليه. كل من يحمل الأشرعة فليستعد الآن. أولئك الذين يحملون الأشرعة لا تظهروا لنا أنكم تحضرونها. قد يفكر الجمهور، أوه، إنهم يستعدون. أخبروني بما لديكم من أفكار وسأقول لكم إن كانت جيدة أم لا. لابد أن تقوم الأشرعة بشيء ما أيضاً. لا تتحدثوا عن الأمر، بل افعلوه. لا تتحركي، أمسكي بهذا وغني. أريد لكل طفل أن يكون مستقلاً متى ما وقف على خشبة المسرح. أريدهم أن يشعروا بما يحدث لهم. هذا ليس أداء رسميا مثل الجوقة. هناك الكثير من الحرية للابتكار، ولكن ضمن إطار عمل محدد، وهم يعلمون أن بإمكانهم الارتجال. لا أمانع أن يغيروا مواقعهم، المهم هو ما يقدموه للأداء. 3 يجلسون و3 يقفون،
اجعلوا الأمر وكأننا نسافر. فكروا في ذلك أثناء الغناء. جيد، سنبدأ مجددا. سنعاود الأمر مرارا وتكرارا. هل النغمة مناسبة للجميع؟ ليا، لست في المكان الصحيح. كيف لنا أن ننسى الأهوال التي رأيناها؟ لن أنسى أبدا. الآن أمسكي بالسي. جيد، بدأ هذا يبدو كالمتريز. لا أود أبداً أن أسمع هذا على خشبة المسرح، إنه أسوأ بعشر مرات. الكثيرون هنا ليسوا للغناء. ليا ليست مستعدة، لعلها لن تشارك في العرض. أنا متعب الآن. إنهم يذهبون إلى المنزل وقد فعلوا شيئاً ما حقاً، شيئاً بناءً ورائعاً بالنسبة لهم. في غضون عشر سنوات من الآن سيتذكرون هذه التجربة. علينا أن نمنحهم شيئاً من الحرية وأن نعيد تأطيرهم وفق ما تقتضيه الضرورة. عليك أن تدرك أن العرض يعتمد عليهم جزئياً. أنا متعب، مئات من الأطفال أعمل معهم. إن اضطررت للتصرف كشرطي أيضاً سأقول كفى. أشعر برغبة في البكاء أيضاً. لا بأس، يمكنك الاستمرار والغناء. حسناً، هيا. من الصعب التركيز. علينا دراسة المقاطع نفسها مراراً وتكراراً. أحياناً يكون هذا مزعجاً. من الرائع تعلم أشياء جديدة، ولكن حين تفعل الشيء ذاته عدة مرات يصبح الأمر أصعب. كورالين أشبه بالأخوات الكبيرات لأطفال المتريز. ما أحبه حقاً في هذا المشروع هو المستويات الثلاثة المختلفة. كورالين ذات الخبرة، وأصوات المتريز الشابة، ثم الأطفال الذين ليس لديهم خبرة على الإطلاق. أعتقد أن الجميع قادرون على الغناء. جميعنا لدينا حبال صوتية وحنجرة تهتز. ضع رضيعاً على خشبة المسرح بصحبة أوركسترا سيمفونية قوية، وإن بكى فسيسمع. جميعنا لدينا القدرة الصوتية، لابد فقط من تنميتها في الصغر. لذا يحتاج الأطفال لفرص للغناء من سن صغيرة أو التواصل مع الموسيقى. نريد أن نحفز الأطفال في المدارس، الأطفال الذين قد لا تتاح لهم الفرصة للغناء ضمن جوقة. لدينا مزيج ثقافي واجتماعي هنا، وهذا هو الأهم. حين تراهم يأتون معاً لقول الشيء ذاته من خلال الموسيقى، فهذا يجعل العالم مكاناً أفضل ويجعلني أبكي. لم أكن أعرف ما هي الأوبرا. حين تغني الأوبرا فأنت تغني القصة حقا. وفوق كل الأشياء فالأمر يتعلق بالأطفال الذين فقدوا أسرهم في الحرب مثلا. لأظهر حزني
أحاول التفكير في أشياء تجعلني حزينة. فعلى سبيل المثال، أحاول التفكير في جدي. هذا يحزنني، هكذا أظهر حزني. لا أفعل هذا كثيرا، أي محاولة إظهار حزني. إنها المرة الأولى التي اضطررت فيها لفعل ذلك. ليس هناك الكثير من الأشياء الحزينة في حياتي. حياتي جيدة. أنا جديدة هنا، والداي مطلقان ولا يراهما بعضهما، إنهما يتجادلان كثيرا، والحل بالنسبة لهما عدم الجدال. عليهما أولا أن يتحدثا لكي لا يحدث مزيد من الجدل. عليهما أن يكونا سعيدين بما يفعلانه وبهويتهما. لم أرى والدي منذ مدة طويلة. أود أن يأتي إلى العرض وأن يكون فخورا بي، وكذلك إخوتي وعائلتي. ربما سيأتي والدي، لا أعرف. عندما نصنع الموسيقى صوتياً مع أشخاص من دون تسجيل ونؤديها معاً، فهي مزيج من هؤلاء الأشخاص الذين يؤدونها والذين قد لا يلتقون لولا ذلك، مزيج من عائلات تعيش أنماطاً وثقافات وأفكاراً مختلفة، يلتقون معاً على المسرح ويروون قصة هي أكبر منا جميعاً. هي ليست تعبيراً حرفياً، بل انعكاساً لما يحدث فعلاً في العالم. هذا شيء جديد، لا نعرف ما سيكون فعلاً. هل سيعجبهم؟ هل سيواصلون الغناء ويذهبون إلى المسرح ثانية؟ سيكون ذلك رائعاً، خاصة وأنهم تلقوا ذلك التصور الفريد، كأن تضع محبي كرة القدم في أروع استاد رياضي في العالم لأول مرة. وأعتقد أن ذلك سيترك انطباعاً إيجابياً دائماً في عقولهم. What they're giving it is their hearts and their voices. We're all in it together. And this act of going into their space, I think it's really important, at least once. Bonjour les enfants. Voilà, ouais. Ça va. Bonjour, bonjour. مرحبا، مرحبا. سنغني اليوم. Hey yo, hey yo, yeah, wow.
في البداية اعتقدنا أن هوارد غريب قليلاً، كان يحرك فمه كثيراً وكان ذلك غريباً. يقوم المايسترو بهذه الحركة ليوقفنا، وهذه الحركة للبدء. عندما يغنون أحياناً خاصة الموسيقى المتعلقة بالحرب يذهلني ذلك الأداء الصوتي ويفاجئني كم هو كامل. إنها قصة موضوعية في حلبجة شمال العراق. قتل الهجوم الكيماوي 5000 شخص. نجا أريس عبيد أكرم من الهجوم الكيماوي. إنه أشبه بالوضع في سوريا اليوم. وقد قال أريس عبيد أكرم في برنامج لمحطة البي بي سي: أعتقد أن القدر أنجاني، لكني أظل أحكي هذه القصة للناس مرة بعد أخرى. عاد أريس عبيد أكرم ودفن عائلته وأصدقائه. ألفت هذه الموسيقى في اليوم التالي للهجوم، وأنتم الآن ستحكون قصته. الحرب بالنسبة لي تعني تفجيرات القنابل والكثير من القتلى والجرحى، كما في سوريا الآن. يموت الكثير من الناس، لكن الناس يمضون قدما مع ذلك للحصول على الأرض أو المال. هذا مؤسف جدا. على سبيل المثال، لو عشت في زمن الحرب فستموت عائلتي وسأبقى بعدهم وحيدة، وربما أصدقائي أيضا. في وقت السلم تكون لديك عائلتك، في الحرب قد تفقدها. لا أتحدث مع والدي عن الحرب، لأن الحديث عنها قد يكون مؤلما. وأن تعتذر إن تسببت بالألم. نحن ننعم بالسلام هنا. الطاقة المنبعثة من هذه الأجواء مبهرة. الخوف الناجم عن تجربة الحرب والانتقال من تلك الأجواء والصوت الذي يأتي بعد ذلك أمر جميل فعلاً. ما يعبر عنه هذا المكان أن البعض مضطرون للجوء إلى البحر، وبعض هذا اللجوء نابع من اليأس، والبعض الآخر
هو خيار، ومقطوعة السندباد تبرز كل هذا التباين في الأوضاع الإنسانية الصعبة والصراع من أجل البقاء. هذا المكان تعبير معاصر عن ظروف اللاجئين السياسيين. لا أرى ما قد يزعج الأطفال الصغار، فهم على اتصال وثيق بأوضاعهم ومشاعرهم، ولكني أشعر أن العمل مع الأطفال مخيف أحياناً للبالغين، لأنهم لا يخفون مشاعرهم. وأعتقد أن الموسيقى والمسرح مجال آمن لتفاعلهم. وأعتقد أن التخوف من فكرة ما لأنك تتعامل مع الأطفال ليس صحيحاً، والأمر الأهم بالنسبة لي هو أنه مع نهاية القطعة هناك شعور إيجابي بالأمل. ثماني مجموعات بأربعة أطوال، ثم استراحة لعشر ثوان بعد كل مجموعة من أربع عند الإشارة انطلاق. لا أعتقد أن موضوع الحرب صعب جداً. إن لم يتم الحديث عنها فلن نعرف مطلقاً. لابد أن نتعلم عنها، وهي ليست موضوعاً صعباً كثيراً على الأطفال. أول من يضحك سوف يخرج. سندباد يوحد جميع الأطفال معاً. الأمر الجيد هو أن هناك ثقافات متعددة في مدرستنا، هناك الكثير من الثقافات المختلفة، وهذا يعني أن بإمكاننا فعل شيء جيد حقاً. أنا ابن أب مختلط العرق وأم بيضاء، لذا فهناك مزيج حقيقي. جدي أسود وعائلة أمي من البيض. أعتقد أن العنصرية هي الخوف من المجهول بالنسبة للناس، الخوف من الثقافات الأخرى. لكني أعتقد أن على الناس أن ينظروا ويروا ما يدور حولهم من ثقافات أخرى، وألا يبقوا في أوهامهم الخاصة. يجب أن يروا ما يحدث حولهم. أصدقائي من الكونغو ورومانيا والمغرب وإيطاليا مسلمون ومسيحيون. إن كنا لا نلعب كرة القدم نشرح الأمور لأصدقائنا وعائلاتهم، ما هو القانون وما هو الصواب وما هو الخطأ. بعض الناس عنصريون، لكن ليس لدي مشكلة. أنا أحب السفر وأن أرى وأتعلم أشياء جديدة. أحياناً أتحدث مع الآخرين عن معتقداتهم. أنا من رومانيا، لقد استغرق الوصول إلى هنا يومين بالسيارة. توقفنا في الليل وعودنا المسيرة في الرابعة فجراً. أنا أحب السفر وأن أسمع لغات أخرى وألتقي أشخاصاً جدداً، ليس نفس الوجوه دائماً. من المهم التعامل مع الثقافات المختلفة، وهذا ما تحققه مقطوعة السندباد الموسيقية. أعتقد أنها تتحدث عن تركيبة بشرية متنوعة ومعقدة ومزيج من الفانتازيا واللغات المختلفة. فليس مهماً اللغة التي تتحدث بها أو من أين أنت، فلكل منا وطنه ولغته. المهم أننا نتواصل ونتحدث معاً. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر. قولوا مرحباً جميعاً.
بالفرنسية جميعا، قولوا مرحبا. قولوا مرحبا. إنها تعبير رائع جدا عن المدينة، وفنيا فإن المطلوب هو التواصل وليس الخوف والحذر من الاحتمالات. نحن مستعدون، هدوء. فلتفكر كل مجموعة بالطريقة التي ستستخدم بها المساحة. تخيلوا أنكم من أربع مناطق تفرون من منازلكم بسبب انفجار، تلتقون في المكان نفسه، فليحاول كل من يحمل الرقم 2 الالتقاء. الأمر أشبه بأحجية. حسناً؟ جيد، خذوا وقتكم. آخر مرة رأيتهم فيها كانت قبل شهر، وأنا متحمس جدا ومتأثر لرؤية تركيزهم ومشاركتهم ورغبتهم بأن يظهروا لي ما كانوا يعملون عليه. هناك أكثر من 200 طفل وهم لا يصطدمون ببعضهم. سأراقب الأمر وسنرتبه، لكنهم يستمعون. أرى نتائج العمل الذي أنجزته أنا والمساعدين معهم. إنهم يريدون حقاً المشاركة في هذه الرحلة. إنها عن الحرب والهجر والأيتام ومخيمات اللجوء، وهم لا يلعبون بل يشاركون في الأمر بحساسية ورقة. ها هو سندباد. لم أتخيل سندباد هكذا. إنه أشبه بتيري، إنه وسيم وشاب وأشقر، لكنه يتمتع بصوت قوي. أحب اهتزاز صوته حين يغني. على الراديو لا تسمع سوى مغني الراب وما إلى ذلك، وصوته أقوى من صوت مغني راب يحمل ميكروفونا. تشعر وكأن الأطفال هم من يوجهون القصة. بصفتي مغنيا منفردا مثل السندباد، فأنا أرافقهم في الغناء قليلا، أضعهم أحيانا على المسار الصحيح، لكنهم هم المركز وهم محور القصة. بدأت الغناء في تلك السن التي يدخل فيها الطفل إلى المراهقة وتتعقد الأمور كافة. تكون تلك اللحظة المناسبة لاكتشاف الغناء كطريقة للابتسام للعالم. شهرزاد هنا، رحبوا بها. أعرف أن الأطفال قد يكونون مؤثرين للغاية ومخلصين أيضاً، لكن هذا يفوق توقعاتي. أحياناً كانت عيناي تدمعان، كان علي أن أتماسك لأنه لا بد أن أغني. كثير من الأطفال يتمتعون بصوت جيد ويمكنهم الغناء جيداً. أعتقد أن هذا مذهل. Thank you.
من المهم أن نساعد الأطفال في سن 11 على استكشاف ما يمكن أن يقدمه العالم: الأوبرا، الرسم، السينما، التصوير، المتاحف. نحن هنا في متحف التطور لاستكشاف عالم الحشرات والحدائق والجمال. هذا مهم. نحن نجزئ كثيراً. إننا نجزئ التعليم وفقاً للعمر، ووفقاً لمكان السكن، ووفقاً للخبرات. يحتاج الأطفال اليوم إلى انهيار هذه التجزئة وهذا التقسيم. ليس لدى الأطفال أي تحيز حيال العمل في مسرح لامونيه، حيال القدوم للغناء والرقص في الأوبرا، لأنهم جميعاً لديهم الرغبة والاهتمام. لكن ربما ينبغي إعادة النظر في طرق التعلم. الكثير من الأطفال لا يذهبون للمتحف أو السينما. إذا لم يحدث ذلك في المنزل، فالمدرسة لا تستطيع التعويض دائماً. الصورة هنا أيضاً. سندباد، ترى نفسك على الفور في المرآة. نحن في مسرح من القرن 19. إنه مكان كبير. هذا هو الصندوق الملكي. ترى شعار النبالة. يوجد الكثير من الذهب في كل مكان. دخلنا إلى قاعة الأوركسترا، لديهم البيانو هنا، ورأينا كل الأقسام. لم أصدق الأمر في البداية. اعتقدت أنهم كانوا يعرضون علينا ذلك كمزحة. هناك الكثير من المقاعد، لذا سيكون هناك جمهور كبير، وهذا يوترني. خشبة المسرح ضخمة، وهذا مخيف بعض الشيء. سنقدم العرض أمام ملايين الناس. إنه مذهل حقاً. الصوت عالٍ. تأخذ فكرة جيدة حقاً عن ذلك بوجود الأوركسترا. Thank you.
مرحبا بالجميع. لندع السندباد يرينا كيف يؤلف موسيقى ويقدم عرضا، إنه شيء مثير. المدارس بصحبة الأوركسترا للمرة الأولى، أهلا وسهلا. هذا جميل جدا، لا يسعني وصفه، إنه رائع للغاية، لم يسعني تصور الأمر. إنها موسيقى ذات مستوى عال ومتميز، وقد استوعبوها بطريقة تشبه السحر. إنهم يشكلون أوركسترا الآن، بإمكانهم حضور حفل موسيقي ويقولون إنها أوركسترا. نعم، لقد أصبح ذلك جزءاً من ثقافتهم، وقد تحقق التواصل بين الثقافات. لا تتحركوا، أغلقوا أعينكم. حافظوا على التركيز، وهذا تمريننا الأخير. جميعنا موجودون لتدوين الملاحظات، لا زال بإمكاننا التدريب، اجتهدوا أكثر. تبدأ الموسيقى، الطاقة في أجسامكم، أريد أن أرى الكثير من الطاقة. تيري وهاورد والأساتذة يوتروننا. الكثير من الطاقة طوال العرض، عليكم أن تكونوا هنا بأرواحكم، بأجسادكم. الأدرينالين، العرض الأول، الهدوء ثم العاصفة. أخشى أن أفسد حركة ما، إنها رهبة المسرح. أكثر شخص يوترني هي أمي وخالتي وابن خالتي. ارتاحوا جيداً، غداً يوم مهم، إنه العرض الأول. غرفة إيداع المعاطف هناك، ثم اصطحب والدتك إلى الباب الثالث. جاءت أمي معي ورأت المسرح، كانت المرة الأولى التي تذهب فيها إلى مسرح لاموني. كانت متفاجئة من حجم المسرح وتمنت لي حظا سعيدا. ما نهدف إلى فعله مع جمهور مختلف من خلال المشاركة الاجتماعية هو شيء فريد من نوعه في لاموني، لابد أن يكون مستقبل كل دار أوبرا، وإلا فلا فائدة من وجودنا. وإن تمسكنا بالجمهور التقليدي والموسيقى التقليدية فلن نتمكن من تغيير صورة الأوبرا أبداً. الأوبرا هي شكل من أشكال الفن التي تتيح إمكانية الحديث عن مجتمعنا وبناء المستقبل والحاضر بناء على الماضي. هذا بالضبط ما تفعله الأوبرا. كانت أولى تجاربي مع الأوبرا في سن 11، تركت في أثرا كبيرا وكانت عاملا حاسما. كانت أوبرا لا فورسا ديل ديستينو، قدري حتى يومنا هذا. آمل أن نتمكن من منح هذه القوة لهؤلاء الأطفال. ما
كنت أعتقد أن الأوبرا تعني غناء النوتات وأنها لا تعني الكثير. لم أكن أحبها، ولكن الآن بعد أن غنيت هنا فأنا أحبها. في البداية اعتقدت أن الأوبرا مملة، والآن أدركت أن هذا غير صحيح إطلاقاً. إنها شيء كبير، إنها مذهلة، والآن أنا أحبها.